مساء الخير أحبائي الكرام، نعرفكم بمسي إدريس مساوي، منشد فرقة جسور السلام للإنشاد الروحي ببريكسل. كنغتم هذه الفرصة أولا باش نشكروا هذا المنبر، يعني إميغو 24 اللي كنعتبروه منبر قريب يعني من الجالية، وأعتبره شخصيا لسان الجالية. شكرا جزيلا في شخص الأخ سعيد والطاقم الساهر على البرنامج ككل. بكل اقتضاب يعني غنتكلم شويه على فرقه جسور السلام اللي تنشات هذه مده 4 سنوات، يعني الاعضاء ديالها من بينهم عبد ربي دريس مساوي، الاستاذ عبد الرحمن مفيد، والدكتور عبد الحق الدريوش، والاستاذ حسن بن طالب. الفرقه ديالنا يعني كتشتغل في بلجيكا وخارج بلجيكا الحمد لله، يعني غاديين كما كنقولوا وحده وحده الحمد لله، الله يوفقنا جميعا للخير. بالنسبه للمفاجاه اللي كنا وعدنا الجمهور بها فهي الحمد لله هي في الغيزو سوسيو سير فيسبوك، يعني عمل الحان جديده وستيل جديد، ونتمنى يرق المستمعين والجمهور ديالنا الكريم. الاسم ديال الانشوده وهي الله حي، يعني بواحد ستيل جديد وجديد جدا. دابا غادي ندوز الميكرو للاستاذ عبد الرحمن اللي غادي يتكلم على المشاريع ديالنا المستقبليه والحفل ديال لو 3 فيفريي. سوي نومبرو اي نومبروز. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاخ سعيد، شكرا لك بزاف، وشكرا على جميع القائمين والعاملين في قناه اميرو 24، بحقك تستحقوا منا الف تقدير واحترام. انا لا بغيت نتكلم، غادي نتكلم على الجمعيه اللي كنشتغلوا فيها واللي كنشتغلوا تحت الظل ديالها، واللي هي جمعيه لا بونغرين الثمره الطيبه. الجمعيه ديالنا تاسست في 2007، عندها مجموعه ديال المشاريع وعندها مجموعه ديال الاهداف. كاين المشاريع اللي كنحققوها الان، وكاين مشاريع ان شاء الله اللي غادي كندايرينها مستقبليه. حنا كنخدموا كما كنقول في جميع المحطات، كنخدموا على ثلاثه ديال لي فولي. كنخدموا على الجانب الانساني، كنخدموا على الجانب ديال المدرسه يعني عندنا التعليمي، وكنخدموا على الجانب الفني. اذا بالنسبه للجانب الانساني، راه عندنا مشروع ان شاء الله، راه مشروع في المغرب اللي راه كيعرفوه الناس، واللي ربما الميزانيه ديالو راه تحسمات، وراه الحمد لله راه كيتبنى المشروع ديال دار الايتام اللي به باش بدينا. عندنا المشروع ديال هنا اللي هو بنك التغذية، واللي من خلاله كنفرقوا تقريبا واحد 600 حتى 650 ديال 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 لي كوري اليمونتير. في الاول بدينا ب 20، الحمد لله راه عندنا دابا تقريبا 600 شخص. فيما يخص المدرسة ليكول دوفواغ اللي كيقودها الدكتور عبد الحق الدريوش، حتى هي الحمد لله راه كتشتغل وكيستافدوا منها الأبناء ديال الجالية ديالنا. هذا بالنسبه للعمل ديال الجمعيه باقتضاب شديد. غادي نكونوا ان شاء الله بشراكه مع جمعيه اديب اللي غادي تكون معنا في الحفل، واخترنا هذه الجمعيه نظرا للتقارب ديال المشاريع ديالنا. تقريبا كنحملوا نفس الهم وعندنا نفس الاهداف ونفس الافكار. الاخت امينه راها معنا، غادي يكون ان شاء الله الريع ديال هذه الامسيه غادي يتخصص واحد الجانب منه المشروع حاسي بركان اللي كتقوم عليه اللي كتخدم عليه جمعيه اديب، والشق الاخر غادي ان شاء الله نصرفوه في مشاريع خيريه الى كتب الله سبحانه وتعالى. الحفل غادي يكون متنوع، غادي يكون عائلي، اهلا ومرحبا بالجميع، غادي يرقكم ويرقكم بزاف. غادي يكون ان شاء الله في فانت كابون، في لاصال فانت كابون اللي في مولنبيك، غيد ليكول نيميرو 76. الوغ غيد ليكول 76 لاصال فانت كابون، سوي نومبرو ومرحبا بكم مولنبيك. الارزاق الينا مصير، الارزاق الينا فليشكر عبد مولاه.